السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطالب بسام فؤاد، اليوم سنتحدث على دودة الإسكارس. دودة الإسكارس هي نوع من الطفليات الذي يصيب الأمعاء الدقيقة في الجهاز الهضمي، وهي من الديدان المدورة. دورة حياة دودة الإسكارس. من أجل فهم الإصابة بعدوى دودة الإسكارس، من المهم معرفة دور حياة هذه الدودة، والتي تكون في التسلسل الآتي: 1- بعد ابتلاع بيض الدودة واستقرارها في الأمعاء الدقيقة تمر بعدة مراحل. 2- بعد نضوج هذه اليرقات تغادر الدودة الرئتين متجهة نحو الحنجرة. 3- عند عودة دودة الإسكارس هي إلى منطقة الأمعاء، تتزاوج هناك وتضع المزيد من البيض. أعراض الإصابة بدودة الإسكارس: في بداية مراحل إصابة عند ابتلاع البيض الخاص بدودة الإسكارس لا تظهر أي أعراض على الشخص، لكن مع مرور الوقت تتطور أعراض الإصابة، وخاصة عندما تبدأ الدودة في النمو في منطقة الأمعاء الدقيقة وتتكاثر وتنتقل إلى الأماكن أخرى في الجسم. إن أعراض الإصابة بدودة الإسكارس: 1- الغثيان الوقي، الإسهال أو عدم انتظار حركة الأمعاء، انسداد في الأمعاء يسبب ألما حادا في منطقة البطن. 4- فقدان الشهية. 5- وجود ديدان مرئية للعين في البراز. 6- عدم راحة الألم في البطن.